على اليمين المقاولين، على اليسار الزمالك، وهنا صافرة البداية. تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم ما بين المقاولون العرب والزمالك. ياسين اللعيب اللي متأسس صح في الدوري الفرنسي والإيطالي. انطلاقة المرة دي، محاولة بينية جميلة، حلوة حلوة حلوة، محمد حمدي عرضية أولى، ولكن محمود علاء يطلعها. لسه الخطورة عماد فتحي، لكن فيها راية مرفوعة، تسلل، ضربة حرة غير مباشرة. عماد فتحي اللي لقى بينية حلوة قوي عند محمد حمدي زكي، ولكن كان محمد عواد نزلت عند أحمد مجدي يضغط، لكن عمر السعيد ضغط وخد الكرة منه. استخلاص مرة تانية، وكان في تدخل قوي كده، رزاق سيسي بيحاول يصفر محمود عاشور حكم المباراة. كان ما بين عماد فتحي وما بين إمام عاشور، لا ده أحمد مجدي. أحمد مجدي وتدخل قوي ما بينه وما بين إمام عاشور، نشوف هيبقى قرار محمود عاشور إيه. تدخل قوي قوي على قصبة الرجل. على الكورة إمام بوجه القدم حلوة قوي عند حازم، حازم وحسن الشامي. يا ولد يا حازم، يا ولد يا حازم، يا ولد يا حازم، وعرضية ما زبطتش، رجعت لأشرف يهيئ الكورة، رزق سيسي ومن على خط المرمى الشيمي يطلعها. أول هدف محقق بضيع على الزمالك. نقلة حلوة في الطرف الأيمن إلى رزق سيسي، رزق حطها حلوة لحازم إمام، حازم مع الكورة. يا ولد يا ولد، حلوة لرزق، عرضية حلوة، والمرة دي باسم علي يريحها بصدره. حازم إمام لحازم عرضية، لكن برافو باسم علي بخبرة كده بصدره ريحها لابو السعود. محمد حمدي داس على كورته لجونو كولي، لمحمد حمدي لهنستروزا. يا سلام على النقلات خطيرة للمقاولين العرب. عبد الله ياسين تسديدة، لكن في نص المرمى سهلة عند محمد عواد. يسلم واحدة عند مصطفى فتحي من الجانب الأيسر. مصطفى فتحي يلعب الكرة البينية الحلوة لعمر السعيد، عمر السعيد يشوت، والمرة دي أبو السعود يطلعها. لسه لمصلحة الزمالك في اليمين، رزاق سيسي مع الكرة. هل يصمد المقاولين قدام الضغط؟ هل يصمد؟ هل يصمد ولا ايه؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف. وطارق حامد لإمام عاشور، إمام عايز يغيرها عند أشرف بن شرقي، غلط هنستروزا، وصلت عند أشرف مع الكرة. أشرف هيتصرف إزاي؟ بن شرقي مع الكرة لمصطفى فتحي اللي يسدد، لكنها عالية بتعلى عن عرضة أبو السعود إلى طارق حامد. مع الكرة طارق نقل في اليمين إلى حازم إمام، لمسة على الأرض لمصطفى فتحي. يا ولد حلوة في اليمين لرزاق سيسي، تصرف رائع لمصطفى فتحي مرة تانية. مصطفى جاله حازم إمام لعب له الكورة، حازم مع الكورة، حازم استلم وراوغ، رجع عند مصطفى فتحي اللي عايز يلعب عرضية، لكن ضيقوا المساحة كويس لعبة المقاولين. مصطفى فتحي يلعبها، هي دي اللي اسمها لعبد الله ياسين. لا يوجد لاعب يا ترى عنده جرأة التسديد من بره المنطقة، هو محمد حمدي زكي اللي بيشوطها حلوة بتقلع عن عرضة عواد. حلوة عند عبد الله ياسين، مع الكرة عبد الله ياسين من اليسار عند حسن الشامي، عايز يلعب عرضية، لف عرضية جوه المنطقة، كان عايز يقابل معاها من على القائم الأول عماد فتحي، ولكن مع الكورة رزاق سيسي عايز يعدي. رزاق سيسي عدى كويس، عدى كويس، قرب من ال 18، لعب العرضية الحلوة على القائم الثاني، على القائم الثاني. وقف أشرف، وقف أشرف، وسع لنفسه أشرف، هيتصرف إزاي؟ بن شرقي مع الكورة جوه منطقة الجزاء وعايز يلعب عرضية، ولكن باسم علي يحط العب مراوغة كده لعماد فتحي، ينقل في اليمين عند حازم إمام، خدها في المساحة، بيقرب بيقرب حازم، يلف عرضية حلوة، عمر السعيد، الله، حلوة 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 حلوة، عرضية من اليمين متحمس. شرقي بيمينه يلف واحدة، باسم علي غلط المرة دي، الإبعاد لتسديدة من طريق حامد وتخبط في أقدام دفاع المقاولين، وإلى ضربة. مصطفى فتحي يرجع من جديد من ناحية الشمال لعبد الله جمعة، بينية حلوة لمصطفى فتحي، ولكن برافو الشيمي، غلط 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 غلط، مصطفى فتحي بيحاول، وهنا محمد سمير وحكم المباراة. قدامها محمود عاشور بيقول العب، محمود عاشور ردت مرة تانية. شوف هنا مصطفى فتحي غلط الشيمي اللي كان أبعدها، ولكن هنا مصطفى فتحي اللي حاول وعدى الكورة، ومحمد سمير هنا في اللقطة الماضية. الحالة برمتها للكابتن أحمد الشناوي، الكابتن احمد الشناوي. خلف الشاشات من محبي الزمالك ينتظروا قرار الفار، وهو محمود عاشور. محمود بيرسم الفار، بيرسم الفار، بيقول العب رمي التماس، بيقول العب رمي التماس. عبد الله ياسين مره ثانيه استلم، لكن برافو امام عاشور قطع الكره بامتياز، لعب واحده عاليه بعيده عن مصطفى فتحي، لكن نزلت له مره ثانيه لرزاق سيسي مع الكره. سيسي وسع لنفسه، توغل وسدد واحده، لكنها في نص. السعيد مع الكره، عمر يهيئ على حدود المنطقه لامام يسدد. امام يا ولد، حلوه من امام عاشور، سلام. والمره دي الضربه الحره عاليه من مصطفى فتحي، ولكن برافو دفاع المقاولين، يقابل معاه رزاق سيسي، لكن بشكل خاطئ عند هنستروزا، اتقطعت وردت مره ثانيه جوه المنطقة، ولكن فيها صفارة من حكم المباراة. ضربة
يسلم كرة أمامية، لكن طارق حامد يقطع من عماد فتحي، ولكن يصفر حكم المباراة خطأ على طارق حامد. نادي المقاولين العرب، شوفنا الكرة ما بين طارق وما بين عماد فتحي، طولت وبقت عند باسم علي من اليمين. باسم بيحاولوا ان هم يأمنوا الثواني المتبقية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وبالفعل صافرة انتهاء شوط اللقاء الاول الجميل والمثير. العرب وعلى اليمين الزمالك الضيوف في مباراة اليوم. شوط اللقاء الثاني يبدأ، تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا الزمالك. خلينا نشوف من اليمين، هنا الكرة العرضية الحلوة والتسديدة من عمر السعيد مرت بمحاذاة القائم الأيسر وإلى ضربة مرمى. شوف هنا في اللقطة الماضية كان مطالبة وعلى الجانب الآخر المقاولين بيبحث عن المساحات، ومصطفى فتحي يا ولد، وادي مساحة من المساحات لبن شرقي عرضية وعمر السعيد يسبق، ولكن محمد سمير معاه، رجعت إلى أشرف بن شرقي اللي لعبها عرضية حلوة وعمر السعيد سبق برجله، ولكن الكورة بضغط من محمد سمير مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى. رجعت لمسة مرة تانية، طارق حامد يرجع يأمن في منطقة وسط الملعب في قلب الدائرة في وسط ملعب الزمالك عند محمود علاء. نقل في وسط ملعب المقاولين من ناحية اليمين عند حازم إمام لمحمد أناجم، مع الكرة أناجم يرجع مرة تانية إلى حازم، مع الكرة حازم عرضية فيها خطورة، فيها خطورة، بن شرقي ينزل الكرة لإمام اللي بيحاول، ردت لطارق حامد، ولكن المرة دي أبو السعود يتألق بالتصدي لبن شرقي عرضية والمرمى فاضي. أناجم، الزمالك يسجل أخيرا، الزمالك يسجل أخيرا. مصطفى فتحي بعد ساعة، بعد ساعة في الدقيقة 60 مصطفى فتحي سجل الهدف الأول لمصلحة نادي الزمالك. راعى أناجم، بن شرقي هياها لإمام اللي سدد، كان معاه عبد الله ياسين لطارق صدها، ردت المرة دي، شوف إمام رجع مرة تانية لبن شرقي، عدت 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 أناجم إلى مصطفى متمركز في المكان الصحيح ويسجل الهدف الأول مصطفى فتحي. 1-0 1-0 في الدقيقة 60 هدف أول لمصلحة الزمالك عن طريق مصطفى فتحي. 1-0 شوف أشرف بن شرقي عرضية وأناجم، يا ولد ريحها ريحها، ومصطفى فتحي في المرمى الفاضي يبصم على الهدف الأول لمصلحة إمام. حازم نقل واحدة حلوة عند أناجم لحازم إمام، حازم إمام خبطت الكرة فيه يا ولد على التفويتة الحلوة لأناجم، لأناجم، أناجم عرضية، ولكن الشيمي هو اللي يقطعها. أشرف بن شرقي استلم، حط الكرة على صدره يا ولد، عدى بكوبري كده من أحمد مجدي، لعب الكرة لعمر السعيد، وقف عمر السعيد هيا على حدود المنطقة لطارق حامد، لف العرضية وحسن الشامي بقى محبش يغامر قدام انتهاء الوقت الأصلي من أحداث المباراة، وضربة حرة اتلعبت عالية عالية على القائم الثاني، محمود علاء براسه يلمس الكرة لإمام اللي بيسدد، وهنا مرة تانية والهدف الثاني. مزيان أناجم، مزيان أناجم، مزيان مزيان مزيان، محمد أناجم يسجل الهدف الثاني للزمالك. إن غاب بن أناجم هي الحل، أدي الكورة ورأسية محمود علاء وتسديدة إمام عاشور نزلت في اليمين إلى أناجم ركنها على يمين أبو السعود، 2 الزمالك لا شيء المقاولين العرب. وأدي أناجم اللي استلم وحطها حلوة في أقصى الطرف الأيمن، 2-0 محمد أناجم. في أجمل من كده يا كارتيرون بالنسبة للزملكاوية؟ أناجم يصنع هدف ويسجل الثاني في الدقيقة 75، الزمالك 2 المقاولين العرب لا شيء، 2-0. الكرة قدامه حمزة المثلوثي، داوودة بيحاول يمرر الكرة، وهنا الضغط اللي موجود، محاولة من أقصى الطرف الأيسر، أدي الانطلاقة والعرضية من حسن الشامي ورأسية من سالم ما زبطتش على راسه للوصول إلى المرمى للمرة الثالثة. وأدي الكرة من اليمين، محمد سالم استلم كويس، لعب عرضية حلوة حلوة، عمر بسام كان عايز يعملها دبل كيك لكن ما زبطتش على رجله، وصلت إلى داوودة مع الكرة، داوودة عايز يعدي داوودة، مصطفى فتحي لعبت رمية التماس، لا
لحسن الشامي، مع الكرة حسن الشامي، هنا حمزة المتلوث، يا ولدي حسن يا ولدي حسن، لفة عرضية حلوة، يا سلام يا سلام يا محمد يا سالم، عرضية روعة من حسن الشامي، ومحمد سالم يسجل الهدف الأول. برافو يا ولدي حسن، شوف هنا الكرة، شوف عدى كده، وهنا حاول حمزة المتلوثي، لكن شوف العرضية يا ولد، وبرافو محمد سالم اللي انقض عليها ويشعل المباراة في الدقائق المتبقية. محمد سالم يقلص الفارق ويسجل. أو رجعت لحسن الشامي من جديد، لكن يسيبها لخارج الملعب، وإلى ضربة مرمى بعد كرة مشتركة ما بينه وبين مصطفى فتحي. استهدوا بالله يا رجالة، خلاص المباراة بتلفظ أنفاسها الأخيرة، ويكون قرار الكابتن محمود عاشور بعد كتير النهاردة للكابتن الشناوي. وهنا بقى محمود عاشور بيصفر ورايح، هيحتسب ايه هيحتسب ايه، رايح لحسن الشامي، ادى انذار لمحمد سالم ورايح لحسن الشامي، بيدي ايه، بيدي طرد لحسن الشامي، طرد لحسن الشامي، بيدي طرد في الدقيقة 93 لحسن الشامي. سالم بيحاول، عدى سالم، عدى سالم، لعب العرضية سالم، ومحمود علاء يطلع، حكم المباراة بيقول العب، خطيرة للمقاولين، داوودة 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 مع الكورة، لكن اتأخر ورجعت من جديد لمحاولة عرضية على حدود المنطقة، ولكن يطلعها مصطفى فتحي. بن شرقي استلم، 3-2 بقوا 5-2، 5-2، 5-2، هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ ليوناجم وناجم يا راجل، ضيع فرصة قتل المباراة، وناجم يديها هدية لحارس مرمى أبو السعود، ولكن بالفعل هي صافرة النهاية.